مرحبا بكم في حلقه جديده وفي شهاده جديده. اليوم غادي نشوفوا حاله ديال السياتيك اللي كان كيعاني منها الصديق ديالنا اللي كيراود المحل بين مره واخرى. فنخليكم تسمعوا الشهاده ديالو ان شاء الله، يحكي لنا يعني على المعاناه اللي كنتي كتعاني منها وكيفاش الحمد لله تحسنت الحاله ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو اللي جابني عندي وسكنني عندي بالقدره الالهيه. الحمد لله، يعني كان فيا السياتيك، يعني كنت كنعاني في العمل ديالي، وشحال مره كنت دوزت يعني في عند الاطباء، دوزت كيخرجوني على المسكينات، والحمد لله. انت كتلقى صعوبه في المشي؟ في المشي، في العمل ديالي كنلقى صعوبه بزاف. يعني الحمد لله، يعني هذه تقريبا شي عامين سميتو كنت دوزت عندك هنايا وليت مزيان، يعني تصوره لا سبحان الله العظيم. من خرجت مع الخرجه ديال الباب قلت للمدام، قلت للمراه، قلت لها رجلي ولات مزيان، قلت لها راه حسيت راه مزيان. عاودت معاك عاوتاني الحصص، درت الحصص الاخرى ديال الفوطه الصحيه وكذا، هذه قبل سنتين. قبل سنتين وليت مزيان، وكنت عطيتيني نصائح، ما تهزش ثقال، ما تهزش كذا، ويعني الحركه قلل منها وداك الشيء. لكن بالقراص كتفرض عليك شي حوايج. كتفرض عليا، كتفرضت عليا. الحمد لله دابا الان درنا هذا. والله درنا دابا حصه ديال الكتابه. والله العظيم الا حسيت دابا كنحس يعني شيء رائع. والحمد لله ما كانش الالم. ما كانش الالم، والحمد لله رب العالمين. وواحد الحاجه اللي لاحظتها عندكم هنا حاجه نقيه. الحمد لله النقاء، ما كاينش شي حاجه اللي شي حاجه ما غير هكا كتشوفوا شي النقاء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكنشكروك بزاف.